شكرا لك. أهلا، يعطيك العافية. مشاهدينا حياكم الله، للمرة الأولى نجح عالمان روسيان في إحياء بذورة متجمدة منذ 32 ألف سنة كانت مخزنة في أوكار السناجب على طول ضفاف نهر كوليما في سيبيريا المتجمدة. ويعتبر إنجاز العالمين الروسيين سفيتلانا ياسينا وديفيد جليتشينسكي محطة أساسية في مجال الأبحاث حول المواد الحيوية القديمة، وقد يدفع الكثيرين إلى التنافس على إحياء أجناس لم تعد موجودة اليوم. وقد حطم العلماء بذلك الرقم القياسي السابق في هذا المجال.